دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقايه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على اغلب الانحاء، مائل الحراره على السواحل الشماليه الغربيه، شديد الحراره على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خاصه ان البلاد من الامس بتتعرض لمنخفض جوي ده تسبب في ارتفاعات في درجات الحراره امبارح ومفترض النهارده كمان. وطبعا بالفعل يمكن احنا بنتاثر بمنخفض جوي مع كتل هوائيه صحراويه اثرت علينا بالامس بشكل كبير، وده ادى لارتفاع قيم درجات الحراره خلال فترات النهار. بالامس العظمى على القاهره الكبرى سجلت 36 درجه مئويه في الظل. اليوم ايضا مستمر معانا تاثرنا في الكتل الهوائيه الصحراويه، لكن ده هيكون فترات الصباح مع تقدم ساعات النهار تبدا مصادر الكتل الهوائيه تتغير وتتحول الكتل الهوائيه الشماليه. فاليوم في استمرار لارتفاع قيم درجات الحراره، لكن في ارقام طفيفه عن المعدلات الطبيعيه. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، فبالتالي هتستمر معانا الاجواء الحاره فتره النهار في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد. اجواء نقدر نوصفها ان هي مائله للحراره في سواحلنا الشماليه الغربيه، لان المناطق بشكل كبير هيبدا عليها انخفاض في قيم درجات الحراره. تفضل الاجواء شديده الحراره خلال فتره النهار في المناطق الجنوبيه، جنوب سيناء، جنوب الصعيد، ده تحديدا كمان بيكون في وقت الظهيره مع شده اشعاع الشمس. فتره الليل فور غياب اشعه الشمس مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره. الاجواء الربيعيه المعتدله تماما خلال فترات الليل في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي بتكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات. بس خليني قبل ما نبدا نشاط الرياح، يعني حضرتك من الامس كان اعلنت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان درجات الحراره هتكون مرتفعه جدا، يعني فتصل مثلا لل 40، لكن التعديلات اللي حصلت النهارده ان درجه الحراره العظمى على القاهره هي 35، هل ده بسبب الامطار اللي نزلت امبارح فلطفت من اجواء الجو شويه؟ لا، هو بسبب تغير مصادر الكتل الهوائيه بشكل سريع ومرور المنخفض الجوي بشكل سريع. يمكن هو المنخفض الجوي اثر علينا بالامس في معظم محافظات الجمهوريه، مر بشكل سريع اليوم، فبالتالي تاثيره بيكون فتره الصباح ثم مع فترات الظهيره اللي احنا بنسجل فيها قيمه درجه الحراره العظمى، هيبدا تاثير لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه تتحول لكتل هوائيه شماليه بعد ما كانت كتل هوائيه جنوبيه، فالتغير في مصادر الكتل الهوائيه هو اللي ادى للتغير في قيم درجات الحراره. فبالتالي بعد ما كنا هنسجل عظمى على القاهره الكبرى 38 او 40 درجه مئويه، الحمد لله طبعا قيم درجات الحراره حصل فيها تعديل وبقت ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، فبالتالي اجواء النهارده مش هتفرق بشكل كبير عن اجواء امس، بل بالعكس كمان هتكون اجواء اقل حراره من امس، وهيكون كمان معانا مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره خلال الايام اللي جايه، لان احنا ان شاء الله من بكره الثلاث وحتى نهايه الاسبوع يستمر تاثير المنخفض الجوي اللي هتكون معانا في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود سقف منخفضه متوسطه هتساعد على حد جزء من اشعه الشمس، وكمان طبعا مصادر كتل هوائيه شماليه معظمه قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. فمن غدا الثلاث انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل من 3 إلى 4 درجات، وعظمى على القاهره الكبرى متوقع ان شاء الله تكون 32 درجه مئويه، وده يستمر معانا كمان لنهايه الاسبوع. بالظبط، احنا الحمد لله لحد نهايه الاسبوع قيم درجات الحراره هتكون هي المعدلات الطبيعيه او كمان اقل من المعدلات في بعض الايام. لكن حضرتك قلتي ان في بعض الرياح المثيره للرمال والاتربه النهارده هتكون موجوده، هل هيكون في امطار مره ثانيه يمكن تلطف من الاجواء وتقلل من حده هذه الرياح المثيره للرمال والاتربه؟ هي فرص الامطار موجوده، لكن في سواحلنا الشماليه الغربيه ان شاء الله مش هيكون في فرص لسقوط الامطار في اي من المحافظات الداخليه. فرص الامطار فقط موجوده في سواحلنا الشماليه الغربيه، وايضا هي فرص امطار خفيفه زي اللي شهدناها بالامس. يمكن احنا من متابعتنا لصور الاقمار الصناعيه بالامس رصدنا وجود سحب المنخفضه والمتوسطه اللي صاحبها سقوط امطار كانت خفيفه وعلى مناطق متفرقه. يمكن في مناطق حاسه بسقوط الامطار والاماكن الاخرى لا، ايضا سقوط الامطار اليوم فقط في السواحل
الشماليه الغربيه، وهتكون امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. نشاط الرياح كمان اللي موجود معانا اليوم في اغلبه ان شاء الله على مدار اليوم مش هيكون مثير للرمال والاتربه، ده هيلطف الاجواء اكتر ويحسسنا بقيم درجات حراره اقل، ومستمر معانا كمان خلال الايام اللي جايه استمرار نشاط الرياح ده يساعد بشكل كبير ان احنا نحس بالاجواء الربيعيه ونحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره فترات المساء وساعات الليل. لكن احنا دايما بناكد ان احنا في فصل الربيع، ما زالت التقلبات الجويه الحاده والسريعه موجود، ما زال التغير في خرائط الطقس ممكن يحصل من يوم للتاني، واحيانا احنا دايما بنقول ان فصل الربيع ده ممكن نشوفه في فصول اربعه في يوم واحد والتغير الكبير في الخرائط صحيح الطقس. زي اللي احنا شفناه امبارح، يعني شفنا الجو كان حر جدا وبعدين رمال واتربه وبعدين بالليل كان في امطار، يمكن في القاهره الجديده كان في امطار، مش عارفه باقي المناطق الاخرى كانت ايه، لكن يعني شفنا فعلا اجواء مختلفه طول اليوم امبارح. بالفعل دي طبيعه فصل الربيع، يعني دايما بننوه في النشره ان الربيع بيحصل فيه تغير في خرائط الطقس، واحنا اول ما رصدنا وجود تغير في الخرائط الجويه ووجود السحب المنخفضه المتوسطه على طول اصدرنا تحذيراتنا وتنبيهاتنا بسقوط الامطار، حتى لو ما كانتش امطار مؤثره، يمكن الامطار ما كانتش امبارح امطار مؤثره تماما وكانت يعني امطار خفيفه بس لطفت من الاجواء شويه. بالظبط ساعدت على تلطيف الاجواء وتحول مصادر الكتل الهوائيه الشماليه، ده بيساعد بشكل كبير ان احنا نحس باجواء الطف طبعا من الكتل الهوائيه طبعاً الصحراويه. وده زي ما بقول هيستمر معانا ان شاء الله خلال الايام المقبله، يمكن احنا الجمعه والسبت الماضيين كانت الاجواء رباعيه بشكل كبير، ده ان شاء الله يتكرر معانا الثلاث وحتى نهايه. هل هنحس بده من النهارده بالليل؟ يعني هنحس بالتغير في الاجواء والجو هيكون لطيف جدا بالليل ولا من بكره ان شاء الله؟ لا ان شاء الله بالليل الاجواء هتكون اجواء معتدله ولطيفه تماما في معظم محافظات الجمهوريه، لان زي ما قلنا الكتل الهوائيه الشماليه هيبدا تاثيرها بشكل كبير من فتره النهار، يعني من ان شاء الله من فترات الظهيره تاثير الكتل الهوائيه الشماليه القادم من جنوب اوروبا هيبدا ياثر علينا، ويمكن هو بدا بالفعل في المنطقه الغربيه اليوم خلال الفتره الماضيه، ومع تقدم ساعات النهار بشكل كبير مصادر الكتل الهوائيه في اغلب محافظات الجمهوريه خاصه في المحافظات الشماليه هيكون كتل هوائيه شماليه معظم قادم من جنوب اوروبا، فبالتالي هيكون معتدل في قيم درجات الحراره، ده هياثر في فتره الليل مع غياب اشعه الشمس، وزي ما اكدت مع حضرتك ان مزيد من الانخفاضات خلال الايام المقبله ان شاء الله. بس برضه خلينا ناكد ان احنا في النص الثاني من فصل الربيع أجواء بتبقى في معظمها اقرب للاجواء الصيفيه مش الاجواء الربيعيه اللي بيبقى فيها انخفاضات ملحوظه. نستعد بقى لارتفاع درجات الحراره، واحنا اكيد بنتابع مع حضرتك كمان والهيئه العامه للارصاد الجويه في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس يوميا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 35، الصغرى 22، العاصمه الاداريه 36، 21، الاسكندريه 26-18، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 24-18، دمياط 29-23، بورسعيد 28-22، إسماعيلية 37-20، السويس 37-21، العريش 34-22، كاترين 30-13، طابة 30-25، حلايب 35-25، شلاتين 37-26، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 39-27، الفيوم 36-23، بني سويف 36-22، الوادي الجديد 42-28، أسيوط 38-20، سوهاج 39-21، قناة 39-25، الأقصر 41-25، وأخيرا أسوان 42-26. يعني احنا النهارده هنبدأ نلاحظ إن في انخفاض في درجات الحرارة مرة تانية، وهنعدي الموجة دي، عدت يعني خلال يومين بس، فمن بكرة الصبح إن شاء الله هتبدأ تنخفض درجات الحرارة معدل 3 درجات أو 4 درجات.